دخل فريق أولمبيك أسفي اللقاء وفي نيته تحقيق المصالحة مع الجماهير أمام فريق الاتحاد الزموري الخميسة الذي لا يزال يلتمس طريق النتائج الإيجابية العصية على الفريق. الدقيقة الرابعة وضربة جزاء يعلن عنها الحكم لصالح القرش المسفيوي عبد الغني معاوي يصيب العارضة مهدرا هذه المحاولة السانحة. الفريق الزموري بحث عن افتتاح حصة التسجيل من محاولات جلها كانت محتشمة. وفي الدقيقة 34 هجوم منسق وياسين البساطي لم يقوى على النيل من تركيز الحارس. وعند حدود الدقيقة 42 عبد الغني معاوي يعوض عن إهداره ضربة الجزاء بهدف بعث بالكثير من الاطمئنان لأنصار الفريق كما لبقية اللاعبين. نتابع إعادة هذا الهدف. وخلال الشوط الثاني وفي غفلة من دفاع الزموريين يحيى عطية الله يعطي فريقه تقدما أكثر أريحية بعد توقيع الهدف الثاني. نتابع مجددا هذا الهدف ومن نفس الثغرة يعود هذه المرة محمد أمين البقالي ليكرر نفس اللمسة لكن مع فارق في التقدير الذي جعل الكرة تمر محادية. وخلال الدقيقة 84 يحيى كوليبالي يحصل على ضربة جزاء انبرى لها إسماعيل الحمداوي الذي وقع الهدف الأول للاتحاد الزموري الخميسات. الأقدار لاحقا شاءت أن تكون آخر الثواني الأكثر إثارة حين أعلن الحكم بكل جرأة عن ضربة جزاء للفريق الزموري الذي حاز فرصة تعديل الكفة لولا أن مجد الدين الجيلاني عكسه الحظ ويقظة الحارس. تنتهي المباراة بفوز صعب لفريق أولمبيك أسفي بحصة هدفين لهدف واحد. رفض